السلام عليكم. انطلقت قبل قليل مباراة منتخب الكاميرون ضد نظير إثيوبيا في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021. منتخب الكاميرون يواجه إثيوبيا على استاد باول بيا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكون، وتحتل الكاميرون صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط. وكان منتخب الكاميرون قد فاز على بوركينا فاسو في الجولة الأولى بنتيجة 2-1 يوم الأحد الماضي. هذا وسيتم إذاعة كل مباريات كأس أمم إفريقيا بدون استثناء على قنوات بين سبور ماكس المشفرة، والتي يمكن مشاهدتها مجانا وبجودة عالية بدون تقطيع على التطبيق المباشر والمثبت أسفل الفيديو في صندوق الوصف وأول تعليق مثبت، حيث سيمكنكم من خلالها مشاهدة كل المباريات على المباشر وبجودة عالية عبر كل قنوات بين سبور المشفرة.